هبتدي على طول. هبتدي الاول من مشوار حضرتك. حضرتك يمكن من الملحنين القلائل جدا اللي كان رفيق مشوارهم شعراء كبار جدا، يعني صلاح جاهين الله يرحمه، عبد الرحيم منصور، سيد حجاب. حضرتك اشتغلت كتير قوي قوي مع الناس، شوقي حجاب، عمر بطيشه. طبعا بالظبط. وكان يمكن صلاح جاهين كان الاب الروحي يعني، وكان مزبوط. متبني تماما فرقه المصريين، ده كان وكان مزبوط. بيحبها. وايضا كان لحضرتك برضو لقاء مع الكاتب الكبير طبعا نجيب محفوظ حول هذا الموضوع. كلمنا بقى حضرتك الاول عن رحله التعامل وبدايه المشوار مع الشعراء العظام دول. اول حاجه انا كنت في فرقه غربي اسمها البتيشا. لما جالنا الاستاذ نجيب محفوظ وكان بيعمل حديث معايا، بس انا ما اعرفش اذا كان للمصور ولا اخر ساعه. الحقيقه الوحيد اللي قاعد معانا، لان انا كنت قاريه ويعني عارف المرحله الفرعونيه والمرحله التلغرافيه يعني غاوي، كنت حضرتك قارئ يعني. غاوي. بقت الفرقه طبعا كلهم مدارس اجنبيه وبتاع ومش فاضيين الحاجات دي والحاجات دي. فهو قال لي موضوع بسيط قوي، هو ده اللي خلاني بعد كده. قال لي انتوا ما بتعلموش عربي ليه؟ اغاني عربي. قلت له المقدمة بتلات أربع أغاني من عندنا، والأغنية تبتدي تانجو أو تبتدي فالس أو حاجة وتقلب مقسوم واحدة ونص. الناس هتطلع ترقص. خلي بال حضرتك بقى إن في الوقت ده كان أعيب حاجة إن الشاب يرقص بلدي. ده معناها يطرد من المجتمع ويبقى يتعلم عليه وحاجة. أيوة، رقص اللي كان رشدي أباظة هو اللي كان بيرقص الرقص بتاع الرجالة ده، مش أيوة. فطبعا إيه، قال لي كلمة حلوة قوي، قال لي لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام. فبان عليا ان انا يعني ما خدتش بالي قوي. قال لي يعني اللي انت شايفه الصح اعمله، ما تعمل اغنية العربي الصح. دي فضلت بذرة في دماغي. لما الاستاذ الكبير بقى عبد الحليم حافظ كان بيجي البتيشا ويقف جنبي ويعزمني على الغداء ويعزمني على العشاء وبتاع، قال لي كده بصراحة انه عايز نعمل له فرقه صغيره زي البتيشا دي، لانه كان بيجي عندنا ويشوف الافات بقى الشباب. حضرتك مش هتصوري 3000 5000 شاب بيرقصوا كلهم ويسمعوا المزيكا الاجنبي دي وبتاع. لما اختصر لحضرتك الموضوع، قال لي اعمل لي فرقه صغيره كده. فبقينا يعني جبت الاستاذ عمر خرشد، لان هو ده كان معانا في البتيشا وكان في الماسيه في نفس الوقت، وجبت باسيست ودرامر. وبعد ما قعدنا نعمل البروفات عملنا معاه حفله، يمكن كل الناس تقدر تشوفها على اليوتيوب، اللي هي حفلة نادي الجزيرة النص الثاني. بس أنا كنت بشنب، يمكن شنب كبير قوي. طبعا بعد ما خلصنا الحفلة قال لي يا هاني احنا لقينا بعضنا، حجز الطيران هيكون قليل، حجز الأوتيلات هيبقى قليل، هنلف العالم العربي والدنيا كلها ونريهم قد إيه مزيكتنا حلوة. كويس؟ انا ادركت بقى من الوقت ده، طبعا ربنا اصطفى، ادركت انا من الوقت ده ان حان الوقت ان احنا نعمل فرقه.